المسمى الجلالي عرقوب المكنى النواس المولود سنة 1970 الشهر الرابع. التحقت بالجماعة العام المسلح سنة 1996، واللي كان كونتاكتي تبعه عبد القادر صوان هو اللي طلعني مع واحد اسمه سليم عبد القادر أبو ذر، والتحقت بجبل اللوح. جبل اللوح الكتيبة الربانية كانت يسموها الكتيبة الربانية تبع الجند عثمان بن عفان، كان يرأسه هذا صوان عبد القادر، وهذا كان تابع عليه عدة كتائب، كتيبة خميس مليانة وكتيبة الكتيبة الربانية كانت تضم جبل اللوح وتيس مسيلت، وكانت الكتيبة الخضراء تابع عليه الكتيبة الخضراء بين قصر البخاري وبرواقية وعين وسارة، هذو قاعد تابعين للجد عثمان بن عفان. ومن بعد كي التحقت بهم كلفوني بمهمة التمريض مع عبد الرحمن تيطاوين المدعو أبو البنات، كنت 6 شهور معاه في التمريض، كنت في منطقة جبل اللوح، قعدت في منطقة جبل 6 شهور معاه، وبعد وليت لجبل تيشتا، وبعد وليت لجبل اللوح مع السارية اللي طلعت فيها. السارية هذه كان أمير علينا واحد اسمه أبو زكريا المكنى واسمه اليسير الأخضر، هذا كان يروح للشعب ما يحقره، معروف باللي حقر، حتى الشعب يعرفه باللي حقر. كان وثني يقتل الناس، انا خويا اللي طلع عرقوب الطاهر كان جامعي، كان استاذ تاع سبور، كان في لاسيتي محيدين قاعه حرشه، ما كان مع واحد صاحبه، بعث لهم هذا ابو زكريا هذا اللي يصير الاخضر باش يطلعوا، قال لهم كتلوا واحد عنده مقهى ويشغل يديروا فيه الاخر يلعبوا فيه الدومين والكارتة، وهذا اللي يصير الاخضر هذا كان ما يخرجش من عند هذا صاحب المقهى، هذا كان يلعب الكارتة، هذا اللي يصير الاخضر اللي نقول هذا كان ما يخرجش من عنده. ملا بعث هذا الخوي هذا عرقوب الطاهر والمكنى جعفر والمجموعة اللي معاه باش يقتلوا هذا الاخر باش يتزكوا باش يطلعوا، نفذوا العملية وطلعوا. ما خويا قعدوا مدة معاهم حتى 2006 قتلوه ابو زكريا هذا اللي يصير الاخضر، كان يحقر الشعب، كان يروح يدي لهم شغل اموال هذاك، يدي لهم بالباطل هذاك، يدي لهم يدي عليهم مبلغ هكذاك حقره يدي لهم. كنا في جبل تيشتا، كان عبد القادر صوان هذا هنا ذكر مرض حكم السكر، اصيب بمرض السكر، نقلوه من نقلناه من جبل اللوح ديناه لجبل المقارن، جبل المقارن راه بين قصر البخاري والبروقيه، ثم في ذاك في الجبل نقلناه ثم ورجعنا خليناه ثم عند مجموعة ثم، وبعديها خلاص زاد عليها مرض السكر، وبعديها مات ثم في المنطقة تاع مقورنا. وبعدي النائب تاعو كان المدني لسلوس، هو اللي نصبوه أمير في مكان عبد القادر صوان. وبعدي قعدنا في جبل تاشا هذه قعدنا مدة ثانية، وبعدي دخل الجيش سكننا في الجبل ثم في جبل تاشا هذه في واحد الجبل منطقة اسمها أغبال، راه ساكن فيها دير ثكنات تما. حنا في ذيك المرحلة تنقلنا من جبل الشاون، رحنا لجبل العمرونة، تنقلنا لجبل العمرونة في 2006. من 2006 قعدنا في منطقة عمرونة، جانا وفد من الشرق في حوالي 2010 دولار، وفد من الشرق كان يترأسهم محمد عبد الناصر مستشار عسكري تاع منطقة الشرق، جا لينا في وفد وهو كان يمثلهم، هو اللي كان أمير عليهم. جاو لينا داروا ترتيبات المشاكل اللي كانت بين الكتائب ولا حلوها ثما، وروا لهم الطريقة، قال لهم أنتم كيفاش راكم تخدموا، قالوا احنا نروحوا للشعب ندير لهم أموال هكذاك، ما قال لهم هذه الطريقة، ما قال لهم ديروا اختطاف، هما جابوا لهم الفكرة هذه، الفكرة تاع الاختطاف جات من الشرق، وأول اختطاف داروه بولاية شلف، خطفوا واحد داو من عند الجملاير. هذا اول اختطاف صرا في المنطقه هذه، داروا وحده كنت حاضر فيها في عمر برج العمير عبد القادر
ثاني خاطر واحد ما بقاش حد يديه منه لا لم مليار ولا شي حاجه ماشي متاكد. واحد ثاني من نواحي عند فله ثاني يديه من عنده 800 مليون ولا مش عارف داروا عده اختطافات اللي مش متذكر او دوك راهم يتخباو من الشعب اكثر من اللي يتخباو من العسكر. كيشوفوا واحد شعبي يتخباو عليه فهمتي وراه من دوك انت الشعب ما كاينش اللي يخدم عليه خاصه هذو تاع تيبازا اللي كنت معاهم هذو يروحوا للجنانات يعيشوا من الجنانات كيشوفوا اصحاب البحيره هذوك تاع الجنانات راحوا يروحوا موراهم يروحوا بتخبيه ما يشوفوهمش الشعب هذا يروحوا بتخبيه ينحوا من عندهم الخضره واش ياكلوا. كان البحير هذو دايرين الكلاب يجيبوا لهم الخبز الخبز اللي يابس هذاك يحطوه نروحوا نجيبوا الخبز من عندهم ما كاش ما عندناش واش ناكلوا كنا نجيبوا الخبز تاعهم ونروحوا نجيبوا الخضره من عند الشعب. يعني المعيشه قلت لك الصغيره تاع اليوم خاصه بالخطه اللي دارها الجيش يخدم بها ما مش يستقروا ما خلوهش يستقروا وهذا الاستقرار اللي خلاهم مش عايشين مليح راهم يجروا مور كروشهم وما يلحقوش وبهذه الطريقة رايحين للزوال رايحين للزوال بهذه الطريقة نتيجة الاستراتيجية اللي بدلها الجيش وضغط عليهم بزاف معناتها الجيش وين يسمع بإرهابي هكذا في كاش بلاصة ثم يحاصروا ثم يديروا الطوق هما هذا الاستراتيجية تاع الطوق هذه هي اللي أثرت عليهم دوكا غير يشوف الآخر الطوق ما يستناش تما يحاول كيفاش يهرب يخرج من الطوق هذا ما كاينش قلت لك راهم في معيشه مزريه هم رايحين قلت لك للزوال بهذه الطريقه راهم هما حتى هما راهم متاكدين بلي رايحين للزوال هما كانوا راهم هضروا مع يوسف العنابي هنا شغل داروا شكاوى من الامير التنظيمي يوسف العنابي قالوا له شوف لنا الطريق باش نروحوا عادي بقى وقعني قاسم ثم بين خلاص قلت قناعة باللي نروح من هذا خرجنا في مهمة للتين مع زوج أفراد كانوا معايا راهم طيحهم في تيبازا هذا خرجنا في مهمة للتين كانوا هما يلقطوا في التين أنا يعني ما خرجت النهار اللي نقول معاهم النهار الثاني كنت نمشي دار لي لاشافي طردقت ما لا خلوني ثم في واحد البلاصة هذا ما وخلوا لي الماكله 15 يوم بعدها ولا لي واحد منهم من هذ الزوج جاب لي الماكله وكلش قال لي ما زلت مريض زاد راح 15 يوم واحده اخرى سما معناتها شهر كي ولا لي زاد الدنيا معاه مشينا واحد اليومين باش تقدم لنا صاحبنا اللي خلينا ثالث هذا كان يلقط في التين كان ينحف في التين كان شهر اوت كنا نلقطوا في التين ملا كان يلقطوه في التين هذا يبسوه يخبوه باش ياخذ طاقه في الشيء يلقاوه ياكلوا ما على باليش وين داروه المهم كانوا ثما هما ديها قروا باش يروحوا قال لي نخلوا لك المعونه هنا ورانا رايح المهمه وبعد نرجعوا ليك المهم خلوا لي الماكله جابوا لي الماكله انا كنت مش قادر نمشي جابوا لي الماكله وراحوا راحوا من عندي كي راحوا من عندي المهم طولوا عليا انا كي طولوا عليا خلاص بدا رجلي يعني تحسنت شويه ثم قررت باش نهبط يعني بين كي طلعت وذوك راني فرق كبير كانني دور كانني ذوي زيت جديد هذا وين جيت لحي الدنيا هذه انا كنت مشيت في هذا الطريق ذات القناعه تاعي مشيت في هذا الطريق ذات القناعه تاعي انا صراحكم انا كنت ذات القناعه تاعي باش نروح لهذا الطريق وكي رحت تروحي تورطت خلاص ما قدرتش باش نجي انا هذوك هما اللي راهم باقيين دوكا يخافوا باش يجوا علاه دوكا يقول لك كون نجوا يعذبونا يخافوا هما كون يعرفوا واش راني المعيشه اللي عايشه والله واحد ما يقعد انا نقول لهم من هذا المنبر نقول منهم كان عبد الرحمن تيطاوين هذا المكنع ابو البنات او يعرفني مليح يعرفني مليح وكنت معاه في التمريض هو اللي كان يعلم فيا في التمريض نقول له والله راني عايش لاباس عليا والله ماني تحت الضغط والله واحد ما ضغط عليا والله راني نهضر قدامكم والله تعرفني يا ابو البنات يقول له تعرفني مليح وكان واسمه واحد اسمه بوسميه
إغيل إغيل المكنة المكنة أبو سمية، ثاني المجهل الونداء راهو يعرفني مليح، كاين واسمو محمد الشافعي المكنة حمزة راهو يعرفني مليح، ثاني والله العظيم ماني تحت ضغط، راني نهضر ما كان حتى واحد راه ضغط عليا، والله راني عايش لابس عليا. ونزيد نوجه ندائي لإلياس، يا إلياس يا أخي ثيق فيا وتعرفني، والله ماني تحت ضغط. أرواح والله العظيم أنا نضمن لك، أنا نضمن لك والله وما نخدعكش، أنا نضمن لك والله ما تخافوا، هذول راهم يحوسوا يطفوا هذه الجمرة هذه على ولاد الجزائر راهم يخلصوا. أنا لا أنا يا أخي يا أخي أنا جزائري كباقي الجزائريين، وأنا قلت لك نداء تاع عاصم مدني للسلوس هو اللي أثر فينا، خاش لما دار النداء هذا كل ما تقبلوش أنا المهم أنا بديت تقبلته. علاش لحقنا المرحلة خلاص يعني هذه، ونقول لها لهم حتى اللي راهم بقاو راهم عارفينها باللي ما خلاص ما بقى لهم والو، راهم عارفينها خلاص، راهم قالوا خلاص اللي راهم بقاو معاهم كل واحد راه يدير رساله لامير الجماعه يوسف العنبي باش يشوفوا لهم حل، خلاص راهم لحقوا الوحدة وهذه ما كاين حتى واحد ينكرها، خلاص لحقوا لي زي والله ما بقى لهم حاجه. اللي هذا نقولوا احقن الدماء تاع هذو اللي بقاو معاك، هذا دبار بومدين، نقول له حقن الدماء اللي راهم معاك هذو وحقن دماء الجزائريين.